دخلت عملية عمود السحاب في قطاع غزة يومها الثالث على وقع غارات جوية إسرائيلية مكثفة لم تمنع المسلحين الفلسطينيين من مواصلة هجماتهم المناطق الإسرائيلية بالقذائف الصاروخية، فيما لم تصمد الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل بمناسبة زيارة رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل القطاع. ففي وقت أعلنت إسرائيل أن حماس لم تلتزم الهدنة، شنت سلسلة غارات على شمال القطاع أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين. قالت كتائب عز الدين القسام إنها أطلقت صاروخاً بعيد المدى باتجاه الكنيسة الإسرائيلي. إلى ذلك أعلن عن سماع دوي انفجار في تل أبيب انطلاق صفارات الإنذار. في لبنان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي إلى أنه لا يجوز أن نشيع أجواء التشاؤم، ولا يجب استخدام الاقتصاد من أجل أهداف سياسية. أما في الشأن السوري، نفت الأمم المتحدة مجددا إعطائها موافقة لشن دمشق عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في الجولان، وذلك في رسالة وجهتها إلى السفير السوري في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من الخطير جدا ادعاء السلطات السورية بهذا الأمر. البداية ماجد من آخر التطورات في غزة، وينضم إلينا من القدس مراسلنا مجدي الحلبي. مجدي، أهلا بك. يعني في ظل تسارع الأحداث، من خرق هدنة زيارة رئيس الحكومة المصرية، وإلى أي مدى ستخدم هذه الزيارة التهدئة في القطاع؟ بالطبع إسرائيل من جهتها تتهم حماس، وحماس تتهم إسرائيل بخرق الهدنة، ولكن إسرائيل كانت أعلنت صباح هذا اليوم أنها ستتوقف عن العمليات العسكرية خلال الزيارة شرطة أن لا تطلق الصواريخ على إسرائيل، ولكن حماس أعلنت هي والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل عدم الالتزام وأطلقوا الصواريخ خلال الجولة أو الزيارة، وهذا أدى إلى أن تقوم إسرائيل بإطلاق النار وبقصف بعض المواقع، ولكن البعيدة جدا من مقر زيارة أو مكان زيارة رئيس الوزراء المصري إلى الجانب الفلسطيني. من جهة أخرى، إسرائيل تعول كثيرا على الدور المصري في الأيام الأخيرة، في أيام التصعيد الأخيرة، في أن يضغط على حماس لقبول هدنة أو لطلب هدنة جديدة أو تهدئة جديدة. من جهة أخرى، التطور الأبرز الآن هو إطلاق صواريخ إلى تل أبيب مرة أخرى. صاروخ سقط في تل أبيب، إسرائيل لم تعلن أين، وقالت في مكان خالي أو في مكان مفتوح كما يقولون، ولكن من يعرف تل أبيب يعرف أن لا توجد فيها أماكن فارغة وأماكن مفتوحة. ولكن ما يمكن أن نقوله هو أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الذين كانوا في جلسة في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب قد أخلوا إلى أماكن آمنة، هم ووزير الدفاع وقيادة الحكومة الإسرائيلية. ولكن مجدي، المقر الحكومة الإسرائيلية الآن هو في تل أبيب. نعم مجدي، ولكن كتائب عز الدين القسام يعني أعلنت أنها استهدفت كنيسة، تبنت استهداف كنيسة إسرائيلي في تل أبيب، يعني ما صحت هذه المعلومات؟ لأنك تقول أنه لم يستهدف مكان محدد بالذات. لا يوجد كنيسة في تل أبيب، الكنيسة موجودة في القدس، مقر الكنيسة موجود في مدينة القدس الغربية، وما يوجد في تل أبيب هو مقر الحكومة ومقر وزارة الدفاع، وهو مكان كبير في وسط تل أبيب بالقرب من منطقة رمات جان، وهذا المقر ربما استهدف وهو مقر كبير وواسع، وبه هناك مكاتب لرئيس الحكومة وغرفة العمليات الإسرائيلية، ما تسمى البئر موجودة هناك، وهناك يجلس وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الحكومة وكل المعنيين في قيادة العمليات العسكرية والسياسية، خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت إذا كان هناك حاجة، والأحد عادة تعود العمل في الكنيسة في ومقرات الحكومة في القدس. لذلك على ما يبدو حماس استهدفت مقر الحكومة المتواجد في تل أبيب وليس الكنيسة في القدس، لأنني أتواجد في القدس ولن تسمع لا ذوي انفجارات ولا صفارات النار. نعم مجدي، يعني سؤال أخير، يعني هل يمكننا القول أن هناك يعني بعض التضارب في المواقف الإسرائيلية الرسمية بالنسبة لموصلة هذه العمليات العسكرية؟ هل هناك آراء في الداخل الإسرائيلي يعني لا توافق على استمرار هذه العمليات كما ورد في بعض التقارير؟
بالطبع هناك أصوات تنادي بوقف العملية العسكرية، هناك أصوات في اليسار الإسرائيلي، اليسار الإسرائيلي أقصد اليهودي تحديدا ولا أقصد اليسار العربي. في إسرائيل معروف موقف العرب في إسرائيل وكل الأحزاب العربية هو ضد أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد أي منطقة فلسطينية إذا كان غزة أو الضفة الغربية أو أي مكان آخر في العالم العربي. من جهة أخرى هناك أعضاء كنيست من اليسار الإسرائيلي من ميرتس تحديدا من حزب العمل يقولون أن لا حاجة للاستمرار في هذه العملية، كان من الأجدى أن تتوقف في يومها الأول بعد استهداف أحمد الجعبري. هناك إجماع تقريبا لدى كل الأحزاب الصهيونية أن استهداف أحمد الجعبري كان مبررا وكان يجب أن تنتهي حياة هذا الشخص الذي جلب الكثير من المآسي لإسرائيل في نظرهم. من جهة أخرى الآن يعني في الحكومة نفسها لا نسمع أي رأي مخالف، ولكن أنا أتوقع خلال اليومين القريبين بعد انتهاء يوم السبت وبداية الأسبوع المقبل وبداية الضغوط الأمريكية بالذات على إسرائيل منذ يوم من يوم الاثنين والثلاثاء عند وصول بان كي مون إلى المنطقة ستبدأ أصوات أخرى في الحكومة تنادي بوقف العملية، لأن تجنيد الاحتياط الآن وصل إلى درجة كبيرة. هناك 16,000 جندي، بعد يومين يمكن أن يستدعى 14,000 جندي آخر، وهذا يعني أن إسرائيل تدخل في دوامة ليست هي الآن في وقتها كما تقول المصادر المطلعة هنا في تل أبيب وفي القدس. مراسلنا من القدس مجدي الحلبي، شكرا لك على هذه الرسالة. سماع ذوي انفجار في تل أبيب وانطلاق صفارات الانذار في اليوم الثالث من عملية عمود السحاب. اليوم الثالث من الحرب الإسرائيلية على غزة وعمود السحاب آخذ في التضخم جراء تكثيف الغارات الجوية على القطاع، في حين الرد الفلسطيني يربك الداخل العبري وخصوصا بعد المعلومات عن إطلاق صاروخ باتجاه الكنيسة. ووسط الإعلان عن تهدئة خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، قتل فلسطينيان أحدهما طفل في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع، وذلك أثناء الزيارة، حيث قال قنديل إنه حمل جثة الطفل الفلسطيني. قنديل وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية قال إن هذه المأساة لا يمكن السكوت عليها ومصر ستضغط لوقف الحرب. رئيس وزراء مصر الآن يتحدث إليكم من مستشفى الشفاء. مصر تأخذ خطوات جادة لتحميل جميع مسؤوليته لوقف هذا العدوان ووقفه فورا. في المقابل نفت إسرائيل شن أي غارة جوية بعد وصول قنديل إلى القطاع، مشيرة إلى إطلاق 60 صاروخا من غزة في الفترة نفسها، كما تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق 42 صاروخا على إسرائيل. وخلال الليل وساعات الصباح شنت المقاتلات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية على القطاع، ما أسفر عن وقوع 40 جريحا فلسطينيا على الأقل. واستهدفت إحدى هذه الغارات مبنى الشق المدني لوزارة الداخلية المقالة التابعة لحكومة حماس، ما أدى لتدميره، كما أفاد شهود باستهداف مواقع تدريب تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية خصوصا مواقع كتائب القسام، إضافة إلى أراض فارغة وعدد من المنازل. بدوره أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ 466 غارة على القطاع منذ بدء عمليته ضد قطاع غزة، مشددا على أن الضربات مستمرة. وفي مزيد من التضامن أعلنت الرئاسة التونسية أن وزير الخارجية رفيق عبد السلام سيزور غزة السبت. من الرياض دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري محمد مرسي إلى تهدئة الأمور وأحكام العقل. أوروبيا أعلن الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها من هجمات المجموعات المسلحة الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزة، لكن وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون دعت إسرائيل إلى الحرص على أن يكون ردها متكافئا. من جهتها طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر باستخدام نفوذها على حماس لتخفيف التوتر في غزة.